بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا اهدنا وراجع بنا واجعلنا من أهل الحق واجعلنا من المحاربين للباطل أينما كان. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نتبع خطاه في كل شؤوننا صغارها وكبارها. ربنا اجعلنا ممن استنار قلبهم بمحبتك وقويت أنفسهم بطاعتك. اللهم اجعلنا نلهج باسمك مسبحين مقدرينك حق قدرك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضا. من الأشياء الخطيرة اللي قال اليوم بتحدث هو الحيرة. وقلنا فيما مضى، ذكرنا معناه حديث قدسي، مجمل القول فيه أن الله هيأ لمن يستخفون به أو ينتهون دينه، يقول أبي يغترون أم علي يجترئون، فبي أقسمت أو بي حلفت لأرسلن عليهم من فتنا تدعو العليم منهم حيرة، أي سيبتليهم المولى. هذا اللي قال يقع بأمة من تدعي أنها مسلمة ولا أمة عرب كذلك، لا أمة عجم فقط. هو هذه الحيرة، حتى الإنسان ما عادش يعرف من يتوجه. لماذا لم يعد يقدر على ذلك؟ لأنه ليست له علاقة بالله، لأنه يكون ربانيا يهدي ربي قلبه يوريه يلهم رده ويفتح له أبواب الخلاص ويزيد له من هلال الطاعة وروائح كريمة يطيب له حياته. لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا بحياة طيبة ما استقبل. نعم، بعمل بني إسرائيل الآن سمعنا وعصينا. ومن جملة ما قيل بحيرة في الاتجاه نحو المغرب أو المشرق، هذه الأبيات: أشمس الغرب حقا ما سمعنا، أي قاعد يتطور يعني الغرب اللي فينا الزينة في كل شيء، في الاستهلاك، في التزيين، في التمرقية، في المكياج، في الميك أب وكل. شمس الغرب حقا ما سمعنا، حلم كان سبب فيه الشيطان يري من يدعون أنهم عباد الله، لأنك قد سئمت من الإقامة وإنك قد عزمت على طلوع لشرق سموت بعلامة. لقد زلزلت منا كل قلب بحق الله لا تقوم القيامة. يعني الناس أغلب الأحيان ما يحبوش كل نبههم اللي فما خطر داهم، خاصة يوم القيامة خطر عظيم، لأن هناك بأس كبير ونبأ عظيم وهم خطورة أن الناس عقبي أو يشدد حسبتك. أنا الحساب بيكون عسير عليك، والناس اللي ذكرهم باللقاء كأنهم الناس اللي ما عرفوش يعترفوا بما مضى من أحوالهم. لماذا؟ أنا ما تقريبا نلقى العدوان أغلب الناس، لا لماذا؟ لأنه توريه أن الطريق السليم ليس كما يظن. هو من أتى بوالديه أو بزوجته أو ببعض أبنائه للعيادة، فبعد ما تدرس الحالة تجد اللي هو عنده نصيب من المسؤولية في تلك الحالة. ونعرف احنا كل عائلة في نظر فيها مرض أو مريض لابد أن هناك شيء غير سليم قاعد يقع في تلك العائلة، فيها إهانات الصغير، فيها إهانات الأنثى، فيها تمرد الأنثى على الذكر، فيها ألف حاجة، فيها عقوق الوالدين وعقوق الوالدين لأبنائهم، يعني شيء كبير. يعني الإنسان يدخل على حالة كهذه
يتبين له كثير من الأسرار. إذن إذا كان اليوم خفت الأمور فراه لأن الإنسان يحبش من يذكره بالرحمة. بيان سوء مستعمل في تصمع. إذا كان قال يقول لك يا ولدي راهو قرحة يعني ولدك راهو من الضغط اللي أنت صبيتوا عليه ولا صبيتوا عليه أمي ولا تعاونتم عليه. أنت راك بيكم كان يرجم فيك. كان يفرح فيك. لا يا سيدي. الطب هو صناعة وهو نوع من محبة الإنسان لأخيه الإنسان وهو كذلك أداة للعون من الخروج من المآسف. إذا وقت اللي وقع تشخيص لحالة وقع تفسير أسباب لماذا تعادي الطبيب؟ وأنا أقول لك حاجة أخرى، الناس إن يذكر عندهم المؤمن الصادق يقولوا هل أحمق هذايا؟ هل جاهل هذايا؟ اللي كاستوربت ومش صحيح. هو يتخيل ان الذي يطيع الله بالليل والنهار يذكره في عقبته السوداء، يكون هو مش طريق هذا، هو طريق منق. فيسب جمال غضبي بكلام ليست له علاقة بالمقصود، يعني يقول شعر. فيقوم إنسان حكيم ولا حكيمة في المجلس ذاك يقول لو كان كما تقول اللي هو أحمق لا يعقل شيئا لماذا لم تكن مثله في تلك القيمة أو تلك المهنة أو ليست لك بعض أخلاقي. إذن الإنسان الذي يرفض فكرة العاقبة إنسان مخل بواجبه نحو الله سبحانه وتعالى وهو يسعى لحتفه، وستكون الرزايا والأيام الحسات من نصيبه إن لم يمتثل إلى حقوق ربه. نسأل الله السلام، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوانه.